في أحد الأيام دخل أبو أحمد المنزل ثم طرق باب غرفة ابنه ليفاجئه. يفاجئه بمفتاح السيارة الجديدة لحصوله على شهادة التفوق. أما أحمد الذي لم يصدق الخبر فخرج مسرعا لرؤيته السيارة الجديدة، وإذا به لم يصدق ناظريه. فقام بغسلها وتنظيفها من الفرحة، وبدأ من الساعة 7 صباحا إلى وقت الظهيرة. وعند دخول وقت الأذان سمع أحمد صوت الأذان، فأسرع لتغيير ملابسه ليسبق أصدقاءه إلى المسجد ليروا قدومه بالسيارة الجديدة. أما في الطريق رأى شيخا كبيرا في السن فقال: لماذا لا أوصله في طريقي؟ فأركبه معه. وفي السيارة أحس أحمد بشعور غريب، ولكن لا يعلم ما تجاه الشيخ الكبير في السن. وفي أثناء السير صادف كذلك رجلان في الشارع ينتظران قدوم أي سيارة، فأوصلهما معه أيضا. فسأله أحد الركاب الذين ركبا مؤخرا: لماذا لا تجعلنا نجلس في المقعد الأمامي؟ فقال لهم أحمد مستعجبا: ألا تروا الشيخ الكبير؟ فرد عليه الشخص الآخر: إني لا أرى أي شيخ. فقال أحمد: إنه أمامكم، أمامكم، لا تروا؟ فقالوا له: نحن لا نرى، ويبدو أنك مجنون، أنزلنا هنا، أنزلنا. ثم توقف بالسيارة وفروا هاربين فزعا. فقال: هل فعلا هم لا يروك؟ فقال له الشيخ: نعم. فخاف أحمد وقال له: من أنت؟ قال له الرجل: أنا ملك الموت. ففزع أحمد وهو يرتعد، فأخرج ملك الموت من لحافه شيء حاد وقال: اذهب لإكمالك صلاتك، فأنا أنتظرك هنا لقبض روحك. فخرج أحمد مفزوع من السيارة وهو يترنح من الخوف، فأسرع لإكمال صلاته. وبعد عدة من الوقت خرج وهو يتشهد، والمفاجأة لا يوجد رجل ولا سيارته الجديدة، فقد هرب الرجل مع السيارة. وأخذ أحمد يلطم على رأسه من شدة حماقته وغبائه. وما قصة ملك الموت إلا لص متعاون مع الشخصين، وقام اللص بحمل الشخصين المتفق معهم في السيارات.